بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته. نواصل حديثنا معكم أيها المستمعون الكرام عن الأحاديث القدسية، ونتناول في حلقتنا هذه إيراد واحد من أعظمها بشارة للمؤمن. قد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فهذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث يدل على جملة فضائل ومزايا للصيام من بين سائر الأعمال، منها أن مضاعفته تختلف عن مضاعفة الأعمال الأخرى، فمضاعفة الصيام لا تنحصر بعدد، بينما الأعمال الأخرى تضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره، ومنها أن الإخلاص في الصيام أكثر منه في غيره من سائر الأعمال، لقوله تعالى عن الصائم: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومنها أن الله تعالى اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وهو الذي يتولى جزاء الصائم، لقوله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: الصوم لي، فقيل معناه أن الصوم يكون خالصا لله لا يدخله رياء، لأنه عمل باطن لا يطلع عليه إلا الله، بدليل قوله تعالى: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وهذا بخلاف سائر الأعمال، فإنها بحكم ظهورها للناس قد يكون مقصود صاحبها الرياء والسمعة. وقيل معناه أن الصيام لا يأخذ منه الغرماء يوم القيامة، كما ورد أنه يقتص للمظلومين من حسنات الظالم: إلا الصيام فإنه لا يأخذ منه المظلومون، بل يدخره الله لصاحبه. وقيل معناه أن الصيام لا يتقرب به إلا إلى الله تعالى، بخلاف بقية الأعمال فقد يتقرب بها المشركون لأصنامهم. ومنها ما دل عليه قوله تعالى في هذا الحديث: للصائم فرحتان، من حصول الفرح للصائم في الدنيا والآخرة: فرح عند فطره بما أباح الله له من تناول شهوته المباحة، وفرح في الآخرة بما أعد الله له من الثواب العظيم. وهذا من الفرح المحمود، لأنه فرح بطاعة الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومنها ما يدل عليه قوله تعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من أن ما يتركه الصيام من آثار قد يكرهها الناس، وهي تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام، وهي آثار نشأت عن الطاعة وصارت محبوبة عند الله تعالى. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أن الله اختص الصائمين بباب من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم إكراما لهم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل منه أحد.
ومن فضائل الصيام أنه يقي صاحبه مما يؤذيه من الآثام ويحميه من الشهوات الضارة ومن عذاب النار، كما ورد في الأحاديث أن الصيام جنة بضم الجيم والنون المشددة، أي ستر حصين من هذه الأخطار. ومن فضائل الصيام أن دعاء الصائم مستجاب، قد أخرج ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ليرغب الصائم بكثرة الدعاء. ومن فضائله أنه يجعل كل أعمال الصائم عبادة، كما روى أبو داود الطيالسي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: صمت الصائم تسبيح، ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. ومن فضائل الصيام أنه جزء من الصبر، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام نصف الصبر. قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصائمين يوفون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم وفوائده الطيبة أنه يسبب صحة البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه ابن السني وأبو نعيم. وذلك لأن الصوم يحفظ الأعضاء الظاهرة والباطنة ويحميها من تخليط المطاعم الجالب للأمراض. هذا وللصيام فضائل كثيرة لا يمكننا استيفاؤها في هذه العجالة، ولكن الغرض التنبيه على بعضها، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.